الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إسبانيا. توقيع 98 اتفاقية واستثمار 74 مليار دولار بقطاع البترول في 7 سنوات. أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا من شباب وفتيات 53 دولة من أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من بيدروس سانشيز رئيس وزراء اسبانيا، وخلال الاتصال اشاد الرئيس السيسي بالعلاقات المتميزة الثنائية التي تربط بين مصر واسبانيا، معربا سيادته عن التطلع لاستمرار التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات ومواصلة العمل الوثيق من اجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وبخاصة في القطاعات التي تتمتع فيها اسبانيا بتميز مثل الرعاية الصحية والشحن البحري والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي وتشجيع الشركات الإسبانية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لا سيما في المشروعات القومية الكبرى. كما تناول الاتصال سبل تطوير العلاقات الثنائية وكذا التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا عن توقيع 98 اتفاقية مع شركات بترول عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما منذ عام 2014، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات التي جرى ضخها في قطاع البترول والغاز خلال الفترة بين عامي 2014-2015 و2019-2020 بلغت حوالي 74 مليار دولار. شهدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع صباح اليوم توقيع اتفاقية إطارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظيرتها البولندية بإقليم كاتوفيتسا لإنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية، وتستهدف المنطقة صناعات غذائية وصناعات إلكترونية وقطع غيار السيارات. استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من شباب وفتيات 53 دولة من أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية. المزيد في سياق هذا التقرير. في تأكيد على الريادة المصرية في مجال إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية بما يؤهلهم لحمل مشعل الأمن والأمان، استقبلت أكاديمية الشرطة نخبة من الشباب والفتيات المشاركين في منحة الزعيم جمال عبد الناصر للقيادة الدولية، ويمثلون 53 دولة من أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الخارجية برعاية رئيس الجمهورية. احنا نبقى فخورين جدا ان هم يجي يقولوا ان هم دخلوا اكاديمية الشرطة المصرية، في سلاح كذا بيتدربوا، الولاد هنا بيتدربوا على ايه؟ الاعداد، عشان يعرفوا ان الناس دي مش من فراغ، الناس دي بيتم اعدادها علميا نفسيا قوة بدنية. تضمنت فعالية الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلي عن أنشطة الأكاديمية بكياناتها المختلفة، أعقبها جولة تفقدية لمشاهدة مرافق ومنشآت الأكاديمية للاطلاع على إمكاناتها التدريبية والتعليمية، شملت كلية الدراسات العليا ومركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، وكذا المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، والذي يطلع بإعداد الكوادر الأمنية الوطنية والأجنبية لأداء مهامهم في حفظ السلام في مختلف مناطق الصراعات. يكون عند مصر تجهيز أمني بهذا الشكل، منظومة أمنية دفاعية بهذا الشكل من الدقة والتنظيم والتجهيز، هذا بيخليك تشعر بالأمان على مستقبل الوطن العربي، مستقبل الإقليم. إحنا كفلسطينيين لا، إحنا طول ما مصر بخير إحنا مطمنين إن إحنا بخير. كلية الشرطة المصرية متقدمة حقيقي، تدريب بأعلى المقاييس وتطور بيتناسب مع الوضع الحالي، بيتناسب مع الديجيتال لايف والتكنولوجيا، بر جو بحر، كل التفاصيل الممكنة في الأمن والسلامة في حماية الأوطان والبلدان موجودة داخل كلية الشرطة. وشاهد الوفد جانبا من تدريبات الطلبة في الرماية بالأسلحة والقوى البدنية والكفاءة القتالية وميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي وكتائب الخيالة وتدريبات الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة وغيرها من التدريبات الأمنية المتنوعة.
انبهرت حقا بالتنظيم وبكل الأدوار التي قاموا بها أعضاء الشرطة والأكاديمية وطلبة الشرطة والضباط كذلك. Yo de Egipto conocía más la parte cultural y las pirámides. Y ahora, después de venir, me doy cuenta de la innovación y lo adelantados que están en su área. Y considero que Egipto es uno de los países líderes en el tema de seguridad. وقد أبدى الضيوف إعجابهم بالبرامج التدريبية وتطورها وبالتوسع في استخدام العنصر النسائي في مجال العمل الأمني عن طريق إثقال مهارتهن وتدريبهن وفقا لأحدث النظم التدريبية الحديثة لتأهيلهن للعمل الشرطي. Police women are very active. It seems very interesting that to be a Muslim country, these kind of women are active and were taking participation at different ministry like police. Police is a very important ministry, so it's very interesting to see these people there. Je suis très impressionné et je pense que c'est un cadre qui nous sera profitable, nous, en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, nous pourrons solliciter de la coopération avec l'Égypte dans le cadre du maintien de l'ordre dans nos pays, dans nos États, dans les 15 États membres de la CEDEAO, et parce que nous en avons besoin. دور تاريخي متميز لأكاديمية الشرطة لا يقتصر على إعداد وتأهيل الضباط على المستوى الوطني فحسب، بل يمتد ليشمل الكوادر الأمنية من الدول العربية والإفريقية والصديقة. لذا كانت الأكاديمية في مقدمة الأماكن التي كانت هدفا لزيارة المشاركين في منحة الزعيم جمال عبد الناصر للقيادة الدولية للتعرف ميدانيا على إمكاناتها.